عمي تمام كاتب حاله قصه خاطره طويله حاجه من جواك كده هنسمعها كلنا مع بعضنا وانا بحب اسمع عمي كمان. عمي كمان دايما اشعاره حقيقيه يعني بيكتب احساسه مع كمان كرباشي بدل سلسلة. أنا إذا كنت قعدت في المكان ده ففي ناس أحق مني في التواجد في المكان ده. طبعا أنا ذكرت الأستاذ أحمد حسن عمر أستاذي اللي دخلني جوه المجال، وكذلك الأستاذ طارق زيادة اللي ابتديت معاه أول الرحلة، وطبعا مع الأستاذ عبد التواب كان لينا جولة وابتدى. أنا لما كتبت كانت نيتي موجودة، فقلت أولها بسم الله ما شاء الله. العيد عيدين، اجتماع الصحبة الطيبين اللي جايين من فين وفين، اللي جايين هنا هيئة الخريجين عشان يحتفلوا معانا ونقول لبعض كلنا كل سنة وسعادة وخير والكل فرحانين. العيد عيدين والحبايب متجمعين في البداية، فاكرين كل الراحلين اللي كانوا سند لينا في أول ما ابتدينا، اللي حاولوا يشجعونا وكان ليهم فضل علينا. ازاي ننساهم وهم معانا في كل وقت وحين، أرواحهم حوالين قلبنا كأنهم لسه موجودين، كلامهم لسه بيرن في وداني. ربنا يرحمهم ويغفر لهم، اللهم آمين. العيد عيدين لأن لسه في ناس مخلصين. في يوم كان من سنين قالوا عايزين يكون لنا صوت لكل الشقيانين، صوت يعبر، صوت يصرخ، صوت يقول احنا مين، صوت الالاف والملايين. ما تقالش انه صوت الميدان، ما تقالش صوت التحرير، ما تقالش انه صوت الثوره او صوت الشعراء السائرين. الصوت اللي كان، صوت اللي خلى العيد عيدين. انتم عارفين اللي قاعدين على المنصه واللي في الطريق ولسه واللي ناويين ينضموا لينا، واللي كانوا من سنين اللي حلمهم كان حلمنا بس الظروف اخرتهم يكونوا معانا هنا. لما النيه كانت بدايه واتقالت في اكتر من حكايه، طوبه وغرام وعرب وعبد النبي وصبحي واسامي توزن بلد، امال ملهاش عدد، قالوا يلا نبتدي. وقبلوا كل التحدي لما سابوا بيوتهم وتوحدوا. كانت ممكن تبقى جلسه للمناقشه جوه نادي او جوه قهوه، كانت ساعتها في شهر يوليو او يمكن قبلها. عارفين وقتها ايه اللي حصل؟ يمكن اللي حصل محتاج له كتب. كانوا بيعدوا كل صعب. لسه فاكر قبل ما انضم ليهم كنت كاني واحد منهم، كانوا فعلا قدوه ليا. كنت بشوف حماسهم ونفوسهم كانت بقيه. زرت معاهم ورحت معاهم وحضرت معاهم، ولما كانت تيجي دعوه منهم كان لازم اني انبه واشاركهم واكون معاهم. كنت حاسس اني منهم. الحاج امين الدين، الحاج امين الدين عشان البيت لسه فاكر فطيره وعسله واشعاره. ولما رجعنا من عنده كانت احلى سهره. انا لما بفتكرها كاني لسه عايش. العيد ده ليه عيدين؟ العيد ده عشان عيد الزنجليل اللي بيوافق نفس اليوم يوم 25. اختيار يمكن تم صدفه من 4 أو 3 سنين. من يومين كنا هنا واحنا اصلا من هنا من بيت ضمنا قبل ما يكون لينا كيان. الكلام ده من جوه
مش مجرد عن لسان، هو بالنسبه ليا واحد مش بعتبره كبير. الله يرحم البهنساوي وعم حريص وردع حسين والمهندس عليوة ورشوار وعز الدين وخيرات وكثير من القضاء اللي بترحم عليها. العيد عيدين، الكيانات دي لازم تقوم وتستمر في النهوض. مهما كان في اختلاف لازم يكون في التفاف، لازم يكون ايد في ايد عشان نحس المعين واللي زعلان لسامع والبيت مفتوح للجميع. ودي دعوة مني ويا ريت يقبلها الجميع عشان يبقى العيد عيد. زي ما قلت كلام من القلب وهو حامل الناس كلها. احفر عم محمد. لا ما هو مش كل ما يكتبها كلام في كيف الشجار.